La grande interview. لا جراند انترفيو اليوم حديثنا باش يكون حول موضوع يهم مباشرة المستثمرين، الناس اللي تحب تدخل في عالم المبادرة بشكل عام، وعلى هذاك باش نحكيو على التراخيص، تغيير التراخيص وتبديلها بكراسات شروط لممارسة بعض الأنشطة. آخر حاجة نحكيو عليها هي المرسوم الرئاسي عدد 317 سنة 2022 بتاريخ 8 أفريل 2022 اللي اصدر رسميا في الرائد الرسمي نهار 18 أفريل 2022، ومن خلاله يقع إلغاء جملة من التصاريح أو التراخيص، وفي انتظار أنه يتم تعويضها بكراسات شروط. هذا على شنو باش نحكيه، وموضوع ما يصيرش لأول مرة، لأنه نفكروا مليح المرسوم الحكومي 417/417 سنة 2018 صدر بنهار 11 ماي 2018، واللي وقتها تحكي فيه على 27 ترخيص اللي كيف زاد باش يتنحاو من المفروض. التفاصيل الكل باش ناخذوها من عند ضيفنا قاعد بحذية الخبير المحاسب أنيس بن عبد الله. مرحبا بك. مرحبا بك، شكرا على الاستضافة وتحية جميع المستمعين. شكرا لك على قبول الدعوة والحضور. التفاصيل كل معاك. ما قبل قلنا خلينا نسأل التوانسة شنو رأيك فيما يخص تبديل الرخص، هل أنه تبديل الرخص بكراسة شروط لممارسة بعض الأنشطة تراه الحل لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد أم لا؟ فيش قولك؟ فيش قولك؟ ثابت يكون حل دفع الاستثمار هي خطوة باهية، ولازم ينحيو الرخص كلهم لازم ينحيو ويقعدوا كان الرخص اللي يهموا الأمن الوطني بتاع تونس وكذا، وينحيو الرخص وينحيو التعطيلات الإدارية. حاجة باهية يعني بقى البروسيدور إدارية والحاجات هذيك، يعني نتصور تدفع يعني الاستثمار أكثر وتعاون العباد باش تقدم يعني تستثمر في البلاد. الرشوة ما نجموش نهربوا منها، أما يمكن أقل بكراس شروط أقل من الرخص وكالتدخلات الجانبية كما نقول. بروسيدير تاع كي تشارج يلزمها سويفي كبير، من بعد اذا كان ما يكونش فيها سويفي دونك باش تولي فيها ديزانفراكسيون، تولي فيها محابات وتولي فيها برشا حاجات. خاطر اليوم نشوف لي زكتيفيتي اللي هما شيميز تو سكي كي تشارج كلهم فيهم دي مانيبيلاسيون، وكي تقول لي رخصه حتى الرخصه متلايعين منها الناس الكل. في الحالتين رخصه ولا كي تشارج ما حلتش المشكله، لي دو ما يحلوش المشكله، فما واحده اسهل من واحده. انا نشوف الكي تشارج اسهل من الرخصه، الرخصه فيها برشا ميكماك وتعديت تونس باللي ميكماك الكل في الرخص. ما يقول لك كي تشارج تحل المشكلة، أما يلزمها كنترول قوي برشا. وراي حاجة به علي على خطر تسهل، خلي العباد يمشيو فيغ لونتربرونير، عباد تاع مشاريع فاسيلمون، مي سوز اونتوندو زعما عندهم كنترول قوي. من بعد باش العباد اللي ما يستعملش الرخص نتاعهم تنجم ما تحبش ما تقعش تجاوزات، لازم الكنترول يكون قوي باش انك تنجم تفوت تجاوزات. معناتها هذا معناتها راه حاجة به، خلي العباد تخدم حاجة لتونس، قلقت الديفلوبمون انه كل حاجة بالرخصة بالرخصة بالرخصة. دونك اليوم خلي العباد تخدم. قولك اليوم خلي العباد تخدم التراخيص ولا كراس شروط، فما شكون يعتبر لي حاجه باهيه انك تنحي التراخيص وتعوضها بكراس شروط، فما شكون قال كراس شروط ولا ترخيص في نهايه المطاف انت عملت لي نفس الشيء بطريقه مختلفه. كيف شفتوا هذا يا انيس؟ شوف احنا اشكال التراخيص وكراسات الشروط، معناها نرجع شويه للتاريخ ونرجع لسنه 2018 كي خرجت القائمه نتاع التراخيص هذه، واللي احنا ثم اساس خرج في قانون الاستثمار انه الاستثمار حر، واللي احنا مش تكون عندنا ليست نيجاتيف شنو ما اللي ما هو اللي هما سومي اوتوريزاسيون. يا اخي في الاخر خرجنا في قائمه الدول اللي غير حره اقتصاديا، ولكن ما رانا انه القائمه معناها التراخيص نلقاها كبيره برشا. معناها شنو نقول لك؟ معناها انا نشوف الامر نتاع 417 لسنه 2018 عفوا، فيه 100 نشاط 100 يلزمهم ترخيص لممارستهم، وثم 143 قطاع يلزم ترخيص لانجاز المشروع. معناها ثم الأنشطة وثم ثم المشاريع الاقتصادية، ثم معناها ثم الترخيص، ثم نوعين يا باش نمارس النشاط. النشاط معناها مثلا كوشة باش نحل كوشة، وثم أنشطة حتى باش نحدث المشروع يلزمني ترخيص قبل ما نحدث المشروع. هو هذاك علاش دايوغ حتى في المرسوم نلقاو الحديث عن تراخيص إدارية تتسمى، وفما بالنسبة التراخيص الأخرى اللي تحكي عليها تراخيص للممارسة والتراخيص للأحداث. بالضبط هذاك هو الفرق بيناتهم، ولكن هذه التراخيص كبيرة ياسر برشا، ونشوفوها التراخيص هذه
معناها حتى في قطاعات اللي هي ما تمثلش خطر. معناها انا نتفهم انه ثم قطاعات يلزمها تكون خاضعه للتراخيص اذا كانت تمس بامن البلاد ولا تمس معناها بالامن الغذائي ولا بسلامه. شنو مثلا؟ معناها كل القطاعات اللي تمس معناها بكل الامن، قطاع المتفجرات ولا قطاع الاكسبلوراسيون بترولير ولا احنا هذيك الاكسبلوراسيون بترولير مفروض منه معناتها هذاك مفروض منه أي. معناها ولا ثم ثروات طبيعيه ولا مش تمس بالثروات الطبيعيه ولا تمس بالسلامه الغذائيه لكن للمواطن. يمكن نلقاو انيس نشوفوا القائمه قدامنا ماناش نحكيوا على هذا بالكل. نلقاو قطاعات بسيطه نجم نلقى لك قطاع بسيط جدا احداث مكتبه اون ليبريري تبيع الكتب فيها كايت شارج. معناها راه بخلاف ال 200 ترخيص 100 ترخيص قلت لك للممارسه و 143 ترخيص لبعث المشروع عندنا على الاقل 207 كراس شروط. يعني طيب بعيدا عن التراخيص كي تقول سامحني انيس كي تقول كراس شروط هما كراسات شروط عوضت تراخيص قديمه لانه هذايا نفكروا اللي عمليه التعويض هذايا والغاء التراخيص لفائده كراسات شروط صارت من وقت بن علي راهو انطلقت. وهذه اهم حاجه انا اليوم نحب نتعرض لها. احنا يلزم نكونوا في توجه نتاع اقتصاد مفتوح واقتصاد حر. ولزمنا نكونوا في التوجه نتاعنا اذا كان مش نقول ترخيص ولا مش نعمل ترخيص ولا كراس شروط لو فوندمون نتاعو. مش نقول نحي الترخيص وعوض بكراس، اعطيني لو فوندمون بوركوا جو لو في. مثلا سلامه غذائيه. سلامه غذائيه، سلامه مواطنين، سلامه مستهلك، هذه النقطه. النقطه الثانيه هل كراس الشروط خاطر احنا نشوفوا في التطبيق كراس الشروط راهو يقتصر على كراس الشروط تمشي تصحوا ليغاليزي وتوقف هذيك الحكايه. هاي سهله الحياه. معناها كي تشوف معناها في الاخر سيد لا بابراس ادمينستراتيف معناها سيد لا بيروكراسي واوراق زايدين وكهو. لو كان معناها انا كنت نخير انه في الانستا هذا اللي فيها السلامه انه تكون عندي مراقبه بعديه نسهل المشاريع في الانجاز وتكون عندي مراقبه بعديه اللي القطاعات الكل تشهد مراقبه كما في العديد من الدول الكل. ثم قطاعات اللي هي تمس بسلامه المواطنين ولا تمس بجوده الخدمات وتخضع الرقابه وهذا يكون عادي جدا. لكن دوله تتحمل مسؤوليه زاد حتى في انطلاق المشروع وقت يكون فما ضرر ينجم يصير تتحاسب زاد الجهات الرسميه. اش قلت لك انطلاق المشروع اذا كانوا مش يمس بالسلامه. خلينا بعيد على فكره وهذا 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 باش وهذا باش نمشيو زاد لوضعيه اخرى في التراخيص هذوما راه في التراخيص اللي مازالوا موجودين. شوفوا نشوفوا مثلا من جمله التراخيص تراخيص لتصنيع الادويه البشريه او الحيوانيه. صحيح معقول برشا اي امان. نحب نسالك التراخيص هذه قداش تقعد؟ سنوات. نجبوا ندخلوا توا على السيت نتاع الدي بي ام ونشوفوا لي لابوراتوار تستنى في لي زامان بسنوات. احنا من جهه اخرى نتشكيو انه الصيدليه المركزيه تتحمل في تكلفه كبيره نتاع الدويات توريد الادويه ثم تكلفه حتى التعويض خاطر قاعده ثم بعض الادويه للصيدليه المركزيه تتدخل فيهم في التعويض نتاعهم واللي احنا عندنا مشاكل ماليه على الماليه العموميه واللي من جهه اخرى نحكيو نحبوا تخفيض كلفه الادويه على المواطن وهذا باش نجموا نخفضوه. العمليه راه سهله برشا. ثم اول حاجه نشجعوا على الصناعه الوطنيه. انا نعطيكم قطاع صناعه الادويه كي نشوفوا في قانون الاستثمار من الانشطه الاولويه وهذا النشاط هذا ياخذ تشجيعات بجميع انواعها. من الجهه الاخرى شفت التوجه نتاعنا والدوله تعطيه منح. من الجهه الاخرى نلقى التناقص باش ياخذ اي ام ام باش يصنع دواء نخليه سنوات وهو يستنى. معمل كامل راهو دي انفستيسمون كي سون تري لور واللي هما يصيروا اغلبهم بالعمله الصعبه وهما موجودين. علاش خليها سنوات يستنى؟ على خاطر هذيك هو هذيك بالنسبه لوزاره الصحه باش يعطيه لوتوريزاسيون نتاع الدواء سنوات. وباش نعطيكم معلومة أخرى، قد ما نعطي مثلا الدواء نعطي دي جينيريك، إذا كان عندي دي لابوراتوار تحب تخدم الدواء جينيريك، راه جينيريك مش يكون أرخص من الجينيريك اللي قبله، معناها أنا نجم نخفض في الكلفة الصحية للدولة للمواطن. أي لكن سؤال منطقي يا عبد السلام كي يقول لك شنو هو اللي يخلي الدولة ما تتسرعش في تدارس الملفات هذيا؟ ما تتسرعش على خاطر الهيئة اللي سهلت وقالت هيا نحب نشجع البرودكسيون تاع الدواء هي نفسها الهيئه اللي ماهيش هي بيدها الهيئه على خاطر هذا جزء وزاره الصحه. لا وزاره الصحه وهذوما حاطينه بالنسبه لوزاره الاقتصاد اللي خليته في الاولويات واللي نشوف اللي احنا الهياكل نتاعنا ما ثماش تنسيق هذه من ناحيه ولا من الناحيه الثانيه يقول لك احنا ما عندناش معناها الامكانيات الماديه والبشريه بور لدراسه جميع الملفات المطروحه علينا. هذاك شنو الاشكال نتاعنا؟ نرجع مشكلة ما عنديش
الشيء هذا، وعلاش ما عنديش نوفر الامكانيات. انا مش مشكل راه اذا كان المخبر اذا كانوا مش يعمل معناها دواء معناها ما جو سي با سي ان بروبليم دو كو سا سي اي تودي قداش انت تحكي دويك على المخابر خيط كمثال، هو مثال مهم جدا مثال مهم جدا خاصه في قطاع اللي احنا نعتبروه من القطاعات الاولويه نتاعنا واللي احنا عندنا خبره فيه واللي هو تنجم تكون عنده مردوديه اقتصاديه للبلاد كامل سواء داخليا او خارجيا. هذا واضح ومنطقي، لكن هذايا ما نجموش نلقاوه اليوم في قائمه الغاء التراخيص، خاطر مش ممكن في قطاع كيما هكا تلغي الترخيص من نوع من ما قلتلكش تلغي الترخيص. مش نكمل لك حاجه اخرى في الترخيص هذا، خاطر اول حاجه الترخيص اللي ياخذ سنوات واللي نعطل انتاج واللي هو هالتراخيص هذه الكل زمان، وهذا التراخيص راهي مستثنات من معناها ما ثم التراخيص اذا كان ثم سكوت الاداره راهو يطبق عليها، ما فيهاش سكوت الاداره والتراخيص ماهيش محدده بتواريخ. وهذاك مشكل كبير ياسر، معناها حتى اذا كنت تخلي التراخيص راه التراخيص يلزم تحدد الاجال نتاع الدراسه نتاعها والرد نتاعها. من غير المعقول انه مستثمرين تقعد تستنى. انت اليوم ثم مخابر ادويه اليوم معطله على خاطر التراخيص نتاعها، هذه مش نسيتك حاجه اخرى. اما بعد ما نعطيو الترخيص للشيء اللي نشوفه في العديد من القطاعات مش كان في القطاع هذا، انه ما تمش مراقبه بعديه راه. هذه باش نشيل المراقبه بعديه، لكن خليني نبدا نحب الفكره من البدايه. من 2018 وقت اللي حكينا على المرسوم الحكومي اللي صدر رسميا كان في جوان 2018 الى المرسوم، نحكي على المرسوم هذا وتخطون صارت برشا حاجات مختلف التراخيص هذه. هل فعلا اليوم توا هذايا مازال كيصدر نحكيو على حاجه جديده بالنسبه للمرسوم الرئاسي، لكن المرسوم الحكومي الاخر قديم وقبله صدرت العديد من القرارات. هل فعلا تم الغاء هذه التراخيص وقتها اللي وقع النص عليها وتعويضها بكراس شروط، والمستثمرين والناس المبادرين شافوا هذه على ارض الواقع والا لا فعليا؟ معناتها اليوم سهل ما تم تطبيقه، نعرف صار نحكي 27 تحكيت على 130، هل الغيت فعلا هذه التراخيص؟ اول حاجه معناها كي نرجع نلقاو صار تاخير كبير جدا في اصدار كراسات الشروط. وصلنا لمراحل نتاع فراغ قانوني. هذا عشناه نجم نعطيك مثال في قطاع البعث العقاري اللي هو تعوض الترخيص في كراس الشروط وقت القانون هذا بالامر هذا نتاع 417 لسنه 2018 الامر الحكومي. وبعد كراس الشروط اصدر كان بعد برشا، وبعد قلنا رحنا في فراغ قانوني. شنو الفراغ القانوني؟ اللي ما ثماش لاغريمون ترخيص وما ثماش كاي تشارج، وقلنا رحنا ما نجموش نكونوا. لين مرة دخلت الإدارة العامة للأداءات في مذكرة داخلية وقالت مادام ما صدرش كراس الشروط حل لهم، أما احنا من جهة أخرى حاستنا بكراس الشروط للقيام بإجراءات أخرى. بعد ما صدر كراس الشروط قلنا رحنا في شنو الوضعية؟ نلقى روحنا نتبع في جميع إجراءات التراخيص، ناخذوا الكايت شارج ونصبوا جميع الوثائق ونصبوهم الكل في وزارة التجهيز ونقعدوا نستناو نفس الوقت وأكثر الوقت، ما تبدل حتى شيء. إذا كان الأمور ما زادتش تعقدت في الوقت. هو من المفروض وقت ما نحكيه على كراس الشروط أنيس، العملية أنت قلت إدارية بحتة، يعني من المفروض وقت ما نهز الملف نتاعي كمستثمر نهز كراس الشروط شنو؟ ثم حاجات دي كريتير معينين لازم يكونوا متوفرين فيا ووثائق لازم تكون كراس الشروط راه تصحوا تلتزم به. نمشي أما فقط أنت أما نورمالمون اللي تتبعوا بعد مراقبة بعدية. هل أنا بصدد احترام كراس الشروط؟ لا، لكن انت قلت تبيك حاجه اخرى نهائيا. انت تبيك قلت اللي كراس الشروط يقع التصرف مع المستثمر فيما يخص كراس الشروط بنفس الطريقه اللي يقع التصرف فيها معاه فيما يخص التراخيص. يعني بالنسبه في قطاع كيما البعث العقاري طبقنا عن نفس الاجراء نفس الاجراءات اذا كان مش ولات اصعب. وهذاك معناه الاشكال هذا، وهذا نرجع اللي هي لو مانك دو كورديناسيون بين الهياكل. معناها تو انا اعطيتكم وضعيتين اللي وزاره الصحه وزاره الاستثمار ما ثماش تنسيق، وزاره الصحه وزاره الاستثمار وزاره التجهيز ما ثماش تنسيق. معناها وهذاك هو الاشكال. معناها اليوم اذا كان مش نبسطوا هالاجراءات راهي يلزمها تكون في اطار معناها التنسيق كامل بين جميع الادارات، وهذا الشيء اللي نعانيوا منه في تونس. فما نتيجه اليوم تقييم لنتيجه الغاء التراخيص وتعويضها بكراسات شروط اليوم، نحكي على العمليات اللي صارت الكل سابقا. ما ثمش نتيجه كبيره زياده في مستويات الاستثمار في قطاعات معينه مثلا في الابواب. احنا نشوفه في القطاع، احنا نشوفه في نسب الاستثمار في تراجع، ما كانش هو هذا الشيء هذا، على خاطر اذا كان خلينا نفس الشروط نزيدك اكثر من هكا. هذه كراسات الشروط راه ساعات نعوضوها بكراسات الشروط اما نحافظوا على نفس الشروط،
وثم بكراسات الشروط معناها الموجودة فيها شروط، هي شروط مشحفة، شروط لم تعد متلائمة مع طبيعة النشاط. معناها أنا كمستثمر ما نستحقش مثل التجهيزات هذه، وهو في كراسة الشروط يشرط علي التجهيزات هذه، أنا ما نستحقش مساحة هذه يشرط علي مساحة هذه. معناها موجودين مثلا اليوم نجيب في 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 خدمات اللوجستية في النقل الجوي يشرط عليهم شروط نتاع معدات ولا مساحة اللي ما يستحقوهاش. معناها اللي هي معناها في هذا النشاط معناها لو بوين فور نتاعو سي لا رياكتيفيتي، ضعف الدولة ولا لوبيات تحب تسكر على تحب تجي نستعملها لمحلها كلمة لوبيات، اما ناس مسيطر على قطاع معين تحب تبقى تسكر عليه. مش نجيك انا تو للشيء هذا نتاع انت باش تزيدني. ثم وحيد ما فيهمش دراسة، ثم وحيد راهو قول علينا نحبوا نعملوا معناها معناها ليكونومي دورونت. انا اليوم نجيب لك قطاع كيما كراء السيارات، الشروط اللي فيه شروط مجحفه، انا نحب نخدم 5 سيارات هذيك حتى امكانياتي شنو الشيء اللي يمنعني، نحب نعمل نقل البضائع على حساب الغير، لازم تكون عندي اسطول كامل. ما كاينش ما نجمش. شنو نشوفوا احنا في الواقع؟ قاعدين يصيروا دي براتيك ايليغو، قاعدين يصيروا دي مونتاج ايليغو اون براتيك، هذيك الواقع نتاع الواحد. وهذا نشوفوا تصدير زيت الزيتون اليوم شروط مشحفه، نشوفوا معناها عديد من القطاعات يشرط عليك في كراسه الشروط شروط مشحفه اللي تخلي قوالينا نحبوا نخليوها دي دومين ريزيرفي. معناتها تقصد حتى القطاعات اللي ما عادش فيها تراخيص ولكن فيها كراسات شروط، فيها كراسات شروط تشرط في شروط مشحفه. ونجم نعطيك احنا مثلا من القطاعات، نجم نعطيك مثال اخر بسيط اللي احنا معناها عندنا كراسات شروط وعندنا قوانين اللي هي غير ملائمه للواقع. انا اليوم عندي مجمع شركات اليوم تخدم في انشطه متكامله، وعندي معناها عربات نقل نتاعي نحب نعمل نقل البضائع نتاعي دون لو كادر دو لوبتيميزاسيون اللي هو طبيعي جدا. عندي اليوم كهربه مش تتنقل من ولايه لولايه، معناها شاحنه ماذا بين السلعه جميع المؤسسات نتاعي، ساعات يكونوا ماشيين نفس الحريف يقول لك لا القانون هذيك الشركه العربه هيك نقل للحساب الخاص تنجم تهز كان البضائع نتاع الشركه هذيك اللي تملكها. قلوا به ماذا بيا نعملهم في شركه نقل لحساب الغير، نعملوا لي مونتاج احنا على غالب نخلقوا في شركات واللي تكلف دي كو دو ترانزاكسيون سوبليمونتير للمؤسسات باش بور ايفيتي لي بروبليم روتي. الوغ تنجم الشركه تعمل اون سوز اكتيفيتي معناتها لا يقول لك ما تنجمش. نجي حاجه اخرى، نجي نعمل الشركه هذه يقول لي باش تعمل نقل لحساب الغير اسمك اسطول. معناها في الاخر كل واقع معناها لازم كل شركه نلقى روحي واحد، لازم كل شركه تعمل العربات نتاعها مع التكلفات الاضافيه. تجي شركه صناعيه يقول له راني جاي ان كومبليمون دو جام نحب نشري، يقول لي لا ما عندكش انت الحق انت، يقول له راهو انا باش تخرج القطعه هذه لازم نزيد القطعه الاخرى تبيعوا لي معاها. انا نحب نسالك على الميكانيزم اللي يصير توا مثلا رخصه الدخان، شنو هو الصعيب في انه اليوم ينحيوا الرخصه؟ شنو هي الحاجات اللي ما تخليش الامور تتبدل؟ ما ثم حتى شيء فيها صعيب، ما ثم حتى شيء فيها صعيب. اليوم هذا مثلا محل تجاري يخدم برخصة الدخان، غدوه بطلنا ما عادناش نخدموا بها رخصة الدخان، شنو ولا ما ثم حد شيء صعيب، هذيك فيها تاريخ. رخصة الدخان شوف ثم علاش الامور الكل فشلت من 2018؟ شوف ثم رخص اللي هما في مش راهو جانب تاريخي عطينا هالرخص هذوما نوع من الاعانات لعائلات المعوزه والرخصه تتكرا وكل شيء بدات هذيك كيما التاكسيفون والدخان بدات اليوم جينا هذوما نعطيهم، ورغم اللي احنا نعرفوا في التطبيق الشيء هذاك مش قاعد يصير، ونعرفوا اللي قاعد ثم عباد تشري في الكميه نتاع الدخان وتعاود تبيعها من الجمرك 90% من اللي يبيعوا في الدخان ما عندهمش رخص تو في تونس. اي اللي يبيعوا في الدخان وهذيك الكل احنا قاعدين نخلقوا معناها في بقعه احنا اون ليف سيت ايكونومي دو رونت ولات كي ليكونومي دو رونت نستغلوا فيها. علاش هذه ما نحيناهاش؟ ورغم اللي خرج معناها قرارات قالوا مش نرخصوا في بيع الدخان في المساحات الكبرى، ما صار حتى شيء. هذوما معناها نوع من التعقيدات اللي هي غير مبرره. انا مش نحب نمشي لقلب الخبر لانه نحكيو على قائمه من التراخيص اللي وقع الغائها، نحكيو على 9 قطاعات تحديدا جمله من التراخيص. شنو هو اكثر شيء جلب انتباهك فيهم انيس؟ هل كنت تنتظر في تراخيص اخرى؟ هل انه هذه التراخيص تعتبرها مهمه ان يقع الغائها؟ كيفاش شفتوا بالضبط؟ انا والله كنت نتوقع للامانه كنت نتوقع انه مش تكون معناها حذف التراخيص اكثر برشا. بما معناش معناتها
معناها انا كنت معناها تو احنا في نشوف اليوم في الاخر 25 ترخيص وقع حذفهم واليوم تعويضا بكراسات شروط، وانا كنت نتوقع اللي ثم اكثر من هكا تراخيص ما تتحذف، على خاطر نشوف ثم العديد من التراخيص اللي هي موجوده راهي ما عندها حتى ما عندها حتى قيمه، وكما قلت لك عندنا عديد كراسات شروط اللي ما عندها حتى قيمه. معناها انا بالنسبه لي في القائمه ذي ما فما حتى شيء مهم تعتبره؟ لا ما نقولش هكا، اما كنت توقعاتي انه قائمه التراخيص اللي حذفها اكثر برشا. خلينا نشوف معاك القائمه في حد ذاتها هذه اللي قدامك. نحب نرجع لحاجه راه نحب ناكد على حاجه، اللي القائمه هذه راهي ماهيش قائمه جديده. علاش؟ على خاطر احنا كنت تفكر في جوان 2021 كنا تحدثنا عليها في ايكوماك، خرجت قائمه فيها 27 نشاط تتحذف. يا اخي في الاخير هما ال 25 هذوما 25 من 27. كان في 20 جوان 2021، انا قبيله اللي قلت 2018 في ماي كانت العمليه هذيك، لكن نحكيو 20 جوان 2021. 2021 وحكينا فيه الموضوع، معناها وصدر عن طريق على معناها من الحكومه السابقه، وللاسف حاجه معناها هوني نحب ناكد عليها، تشوف اللي احنا التاخير بين القرارات والتنفيذ. ونحب ناكد ديما حاجه نقولها، راهو عالم الاعمال يحب السرعه والتفاعل، عالم الاعمال راك ما تجرمش اليوم معناها ما تتعامل معاه بقرارات متاخره. انا والله مش نتسائل ديما حاجه هذه ديما نقولها ونعاودها، احنا كيف نحضروا قوانين علاش ما نخرجوش معناها لي تيكست دابليكاسيون معاهم في وقتهم؟ واليوم التراخيص هذا اللي هو مشروع راهو معناها من جوان 2021 شو قعد سنه 6 شهور حتى يصدروا، ان شاء الله يخرجوا في 6 شهور اخرين، علاش كراسات الشروط ما خرجوش معاهم في وقتهم؟ سؤال منطقي، معناها قداش تابرون دو تون؟ معناها في الاخر ان بروسيس بور سوبريمي ان كاي شارج يقعد معناها عامين ثلاثه، تو خاطر تو اون بريس كونسومي اون اني، مش اون فا دي باسي اون اني. يقول لك لوغدور ادمينستراتيف، فما برشا تغيرات صارت، راهو عالم الاعمال، راهو عالم الاعمال ما يتحملش الشيء هذا. نحن خلينا في اللي قدامنا اليوم، اللي قدامنا لان الوقت تقريبا وفاء انيس، شنو هو اللي اعتبرته اللي هو كان عنصر ايجابي والا جيد كان منتظر انه يصير بسرعه؟ لانه كما ذكرت انت جوان 2021 من المفروض هذا وقت وقع الاعلان عليه والانتظار قعد برشا، لكن اليوم زاد يقع الاعلان على الغاء التراخيص هذيا، راهو في اطار الاجراءات الاستعجاليه الاقتصاديه الاستعجاليه في البروغرام او البرنامج اللي كانت اعلنت عليه رئيس الحكومه. شوف اذا كان نقولوا هذا راهو في اطار معناها الاجراءات الاستعجاليه واللي هي انعاش الاقتصاد، للاسف مش راهو غير كافي. دون الانتظارات واللي راهي ما نتخيلهاش، هذه مش تخلق الفارق. وراهو خلق الفارق معناها يلزم توجه كامل وان مايند سيت كامل في البلاد. عندنا ان بروبليم دو مايند سيت كامل، وهذوما راهم شويه بالكل، واللي خليتهم مازالوا برشا، واللي كاي تشارج اللي عندك راهم برشا. معناها انا جو بونس الفو بارتير، معناها تو تي ليبر سوف اكسبسيون لا ليست نيجاتيف، وحتى لا ليست نيجاتيف كسوا في التراخيص ولا في كل شيء مسكره مصوف. على خاطر راهو ساعات نعملوا اون في دانونس بور ليبراليزي في لي زوتوريزاسيون، نسكروا من الجهه الاخرى كما قلت. مش تقول لي شنو اللي تزاد، راه ثم زوز تراخيص زاد تزادوا راهو في الواحد، راهو نقصوا 25 زادوا زوز بالمعلومه، زوز اللي تزادوا من نقل العمل الفلاحيين واحداث نظام الدفع والمقاصه، وهذا احداث وهذا نقل العمل الفلاحيين ما نجمش ما نعرفش عليه قد ما صاروا كوارث. اليوم لتو ما خلقنا نظام يسهل نقل العمل الفلاحيين، سواء من ناحيه الامتيازات، سواء من ناحيه اخرى نحب ناكد عليها، اللي احنا كان الفلاح يقوم بنقل العمل نتاعو نحسبوه له امتياز عيني ياخذوه العمل هذوما نتاعهم، واللي هو من غير المعقول. معناها نشوفوا احنا كي تصير كارثه نتجندوا الناس كل نحكيوا عليها، اما الاجراءات المصاحبه تبقى سنوات. اكبر كارثه نتفكرها تقريبا صارت في 2019، احنا اليوم ثلاث سنين في 2022 ما صار حتى شيء عليها. وبالتالي جمله التراخيص او الغاء التراخيص هذا تقول ماهيش حاجه جديده، ما هيش حاجه جديده. خففنا في بعض التراخيص، ثم بعض التراخيص اللي تعوضت بكراسات شروط، خاصة هي التراخيص في بعض الأنشطة في القطاع البنكي والمالي، معناها تنجم تعاون شوية، أما راهي ما هيش وحدها مش تخلق الإشكال، معناها مش تخلق لن تغير شيئا كثيرا، على خاطر حاجتها مايند سيت كامل في البلاد. ثم معناها تراخيص أخرى لإنجاز مشروع اللي تغيرت، ثم استغلال محلات بيع التبغ اللي حكيت عليها تو، ما نشوفوا مش تعوض بكراسات شروط، ما نعرفوش كيفاش. الطاقات المتجددة مش ثم الطاقات المتجددة
ثم الطاقات المتجدده انجازها اي والطاقات المتجدده راه زاد كيف كيف هذه نجم نسهلوا فيها وبعد نلقاو اشكال اخر مع الشركه التونسيه للكهرباء والغاز على خاطر نقل الطاقات المتجدده مش تكون وذلك علاش انا شنو نقول نقول اذا كان اليوم الحب حاجه زاد القطاع السياحي زاد لي ميزون دو ثم القطاع السياحي تشكيات حول الموضوع توضيح هذاك اوقع توضيح هذاك اوقع توضيح اما هذا الكل راهو معناها صحيح راهو ما نقلوش من قيمه الشيء هذا اما شنو نقولوا نقولوا راهو nous avons besoin de plus معناها 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 حاجه البلاد والوضعيه الاقتصاديه الصعبه اللي حاجتنا فيها مش هذا ما به اما غير كافي واضح سي تروب فوالا شكرا لك الخبير المحاسب انيس بن عبد الله على الحضور وكل التفاصيل اللي قدمتها انا واعي نقدم لكم الاخبار وبعد راجعين في ليكو انترناسيونال